للوقف الاحتلال هذا الصهيوني اللي دمر كامل غزة والأطفال الكبار والمسنين والصغار، وكذلك ما عندهمش ذنب باش يقتلوا هكا أطفال صغار في كل ثانية وفي كل دقيقة، وكبار مسنين وصغار ويحتلوهم، يكونوا مساكن قاعدين في ديورهم ولا قاعدين في دقيقة حتى تجي كاش عفسة هكا، تجي كاش صاروخ ولا من الفوق يجي يضربهم. علاه؟ واش هاد الذنب مساكن؟ واش داروا لكم؟ كاش ما داروا لكم؟ ما داروا لكم والو. كل العالم كل العالم يشاهدهم كلهم، لكن بصمت. لماذا كل هذا الصمت؟ أنا أدعو كل الدول العربية والدول الأجنبية، نحن لسنا مسلمون، ليس نحن لا ندافع عن القضية الفلسطينية، أنا مسلمون فقط. نطلب من كل الدول العربية والأجنبية كذلك القيام مع غزة والدفاع عنها كذلك. ماشي لازم تكونوا مسلمين ولا دول ماشي عربيين باش تدافعوا على غزة، لأنه هذا قضية باش تكون إنسان باش تحامي على غزة، ماشي باش تكون إسلامي ولا عربي.